इस इश्क में मर जावा। أنا جرحت سمير كتير وأذيته بكلامي. أنا لازم روح فوراً وأعتذر منه، وكمان هو عانى كتير بسببي. أنا آسفة يا سمير. مين هي هالبنت؟ أنا بتذكر إني شفت هاللوحة بشي مكان بالبيت. كيف انطفى الضوء هيك فجأة؟ انت خوفتيني كتير. شو عم تعملي هون؟ الأضوية انطفت، الأضوية فجأة. انطفت الأضوية لهيك اجيتي مشان تدوري على شمع؟ عمتي أنا لازم أحكي معك بموضوع مهم كتير. هون بهالبيت هي كانت محبوسة ومربوطة بسلسلة. أنا شفت فيديو كاميرا المراقبة. أمي صدقيني أنا شفتها. نيترا بظن إنك تعبانة كتير لهيك عم تتخيلي وتحكي بهالطريقة. لازم تروحي وترتاحي. تعي أنا رح روح معك ووصلك على غرفتك. كل الأحوال ما لازم تطلعي من غرفتك هلأ، اليوم ليلة عرسك. لا يا عمتي أنا عم أقول الحقيقة، الشيء اللي شفته كان حقيقة، وكمان أنا شفت لوحة بفيديو المراقبة، وهديك اللوحة أنا متأكدة إني شفتها من قبل بهالبيت هذا، ما أنا متأكدة. يلا تعي معي وما بقى تفكري بالموضوع، تعي. عمتي أنا عم خبرك بالحقيقة، أنا شفت البنت بعيوني هدول. عمتي شوفي، هي اللوحة، هي نفس اللوحة اللي شفتها بالفيديو، هي اللي كنت عم خبرك عنها، أنا متأكدة إنها نفس اللوحة. ديب كتير بيهتم باللوحات وبيحب يشتريهم، وهيك لوحة ممكن تكون موجودة بكل البيوت. منيح رجعت الأضوية، كنتي خايفة من دون سبب. يلا انتي روحي هلأ على غرفتك وارتاحي شوي، وأنا رح ابعت ديب وراكي. متأكدة أني ما كنت عم بتوهم، الموضوع كان شي تاني، أنا لازم اكشف الحقيقة. الشاشة ما عم تشتغل، بس مستحيل يكون هالشي من خيالي. مين لازم أسأل؟ مين ممكن يجاوبني؟ رح امحي يا ياسر عائلة شارل موجود. آسف نيترا، هذا أنا ديب، بعتذر إذا خوفتك. सो मरतबा
पे खुद को कर तुम फना هي أول هدية مني بعد زواجنا يا نيترا صح ما بقدر شوف بس أنا واثق إنك اليوم طالعة حلوة كتير حلوة الهدية استاز مو استاز ديب ديب أنا بعرف إنه نحن هلأ صرنا متزوجين بس مع هذا الشيء أنت حاسة إنه لساتني غريب عنك لهيك رح أعطيك الوقت اللي بدك إياه رح انتظرك لحتى تتقبليني على مهلك ورح انطر هذا الشي بفارغ الصبر لأنه أنا بحبك كتير بس أنتي ما بتحبيني تصبحي على خير روحي وارتاحي يالله مو كل الأشياء اللي بدنا إياها بالحياة بنقدر نحصل عليها بالقوة ومشان أقدر أوصل للشي اللي بدي إياه أنا لازم بأي طريقة خلي نيترا تحب ديب بجنون وتعمل كرماله أي شي أنا نمت كتير وهلا انا لازم روح ما بعرف اذا رح اقدر اقنع هيك لاعبين مهمين انه يجوا على المهرجان ما رح تقدري توصلي لشي يا تشاكور اذا ما كنتي شجاعه لازم اعمل هالشي مشان اوصل للمسؤولين ألو ألو نيترا أنا تشاكور عم تحاكيكي أهلين تشاكور كيفك أنتي لك وينك؟ أخيراً تذكرتيني بعد كل هالوقت أنا كتير زعلانة منك نيترا أنا بمومباي بمومباي؟ وين؟ نيترا أنا رح خبرك كل شي بس هلأ أنا بمشكلة وبحاجة مساعدة منك شو اللي صار تشاكور؟ خبريني كيف بقدر ساعدك؟ نيترا بالجامعة اللي أنا بشتغل فيها رح يصير احتفال بعيد هولي بقاعة المسؤولين وأنا لازم أعزم لاعبين كريكت محترفين من مومباي مشان يكونوا الضيوف الرسميين وأنا بصراحة أنا هلأ كتير متوترة وما بدي روح لحالي لأنه خايفة شوي إذا بتقبلي تجي معي بتكوني خدمتيني كتير ورح ترتفع معنوياتي كمان شو قلتي بتجي معي؟ إيه أكيد مو مشكلة وإذا احتجتي لأي شي بس ناديلي وأنا بجي فورا مو مشكلة ماشي اتفقنا شكراً كتير إلك نيترا رح أبعت لك العنوان برسالة على الموبايل كوني هنيك بعد ساعة ماشي؟ ماشي اتفقنا باي هاد هو بيت دي براج سينغ هذا هو البيت هاي أنت يا أبو نام برافو عليك أنت بقدرت تعرفني من صوتي؟ هذا شيء طبيعي القدير بياخد منا حاسة بس بيضاعف الحواس التانية وبعدين معقولي أنا أقدر أنسى صوتك؟ إيه معك حق بهالحكي هاي هي مرتي نيترا أهلا وسهلا فيكي مرحبا ديب عن جد مرتك حلوة كتير على فكرة أنا صار معي ظروف لهيك ما قدرت اجي على زواجكن بس هي هديه صغيره من عائله شروف لكم وبنتمنى لكم حياه سعيده ليش واقفه هون اتفضلي قعدي على فكره انا اجيت اليوم لعندكم لسبب نحن رح نعمل حفله بعيد هولي وبدنا منكم تجوا تحضروها ما رح نرضى باي عذر مثل المره الماضيه لازم تجوا انت بدك تروحي لكن نيترا جاية ديب وحضورها للحفلة هي مسؤوليتك أنت أكيد لازم تجو أنا هلأ لازم روح لأنه عندي شغل كتير بستأذن أنا شرفت بمعرفتك كتير ها
هذا أول عيد هو لي إلنا سوا، وأنا حابب كتير إنه يكون ذكرى حلوة لإلك. رح نشوف يا ديب كيف رح تقدر تروح وتحتفل بعيد هولي مع نيترا وأنا موجودة هون. أهلا، تفضلوا عدو. تحياتي. بصراحة أنا ما عم صدق أني عم قابلكن. على فكرة بنتي اسمها أنجور وهي معجبة كتير فيكن وما بتفوت ولا مباراة لإلكن. بس شوفي شبك، ليش هيك زعلتي فجأة؟ هو للصراحة بنتها زعلانة شوي منها. وين المشكلة إذا كانت زعلانة؟ رح ترضى أكيد. ما رح ترضى، هي كتير زعلانة. خلص لا توتري هيك، مثل هاي المشاكل دائما بتصير بالحياة، بس لازم تتعلمي كيف تحاربيها بشجاعة. مثلنا بلعبة الكريكيت، إذا ربحنا أو خسرنا منكمل ومنضل عم نحارب بشجاعة. معك حق تماما. نحن أخذنا الحديث ونسينا نقلكن ليش اجينا لهون وطلبنا أنه نقابلكن. نحن هون مشان نعزمكن على حفلة بعيد الهولي. حفلة هولي؟ أكيد نحن كلنا منحب نحضر حفلتكم، بس هلأ لازم نروح على مؤتمر صحفي، لهيك الموضوع صعب. طيب خلص لا تزعلوا هيك، نحن رح نعمل فيديو كتير حلو مشان حفلة عيد هولي تبعكم. شو؟ كتير حلوة، أكيد بنتي أنجور رح تحب هذا الفيديو كتير. بترجاك بدي أطلب منك شي، ممكن إنك تعمل فيديو إلا كمان؟ إيه ليش لا؟ ماشي؟ أنا بدي أتمنى لكم عيد هولي كتير كتير سعيد. عيد هولي سعيد خصوصي إلك أنت يا أنجي، أمك بتحبك كتير. عيد سعيد. ألو، مرحبا مدام، كيفك؟ أنا منيحة شكرا. طمنيني كيف ماشية التحضيرات مثل ما نحن متأملين؟ تأكد أنه تحضيراتنا هاي السنة رح تكون أفضل من توقعاتكم. نحن سلمنا الشغل والتحضيرات لأكثر معلمة مسؤولة ونشيطة بجامعتنا. ومين هالمعلمة؟ اسمها تشاكور راجبانشي. تشاكور؟ تشاكور؟ قلتي لي تشاكور؟ أنتوا عطيتوا الشغل لتشاكور؟ اسمعي، نحن ما بدنا تشاكور تعمل أي شيء. رجاءً خليها تترك الشغل بأي طريقة، لأنه برأيي هالشي سيء. تعبت كتير لحتى خبي هاي الحقيقة. أنا بقصد أنه بسبب هالمعلمة إنجي صار عندها مشاكل كتير، وأنتوا هلأ كلفتوها بهاي المهمة. أنا كتير آسفة يا أستاذ، أنا ما كنت بعرف هالشي. كان لازم تعرفي هالشي لحالك. يا ريت تخلي هالإنسان بعيدة عنا، ليكون أحسن إلنا وأحسن إلك كمان. يا ترى مين هالإنسانة اللي عم يحكي عنها؟ مين ممكن يكون مضايق جاتين كل هالقد؟ ألو ألو، أنا متأكدة إنه هذا التليفون من أنجي. ألو مين اللي عم يحكي؟ أختي شو اللي صار؟ ليش هيك مبينة متوترة؟ ولا شي. خبريني أنتي وين كنتي وليش تأخرتي هيك؟ في حفلة بعيد هولي بجامعتنا، لهيك أنا رحت لحتى أعزم فريق هنود مومباي عليها. فريق هنود مومباي؟ شو حلو يا سمير، خالتك إجت وكانت عم بتقابل مشاهير اليوم. شو حلو يا خالتي، قلي لي مين كنتي عم تقابلي؟ قابلت فريق هنود مومباي. رح شوف مين. مين إجا؟ هذا شايم، هو عامل عنا بالجامعة. تفضلي، هي من رئيسة الجامعة. اللي أنا؟ إيه، بالإذن. شو اللي ممكن يكون صاير لتبعت لي الرئيسة هالرسالة؟ شو هالرسالة؟ ولا شي، أنا رايحة. شاكور استني.
أنا بعرف إنه نحن هلأ صرنا متزوجين، بس مع هذا الشيء أنت حاسة إنه لساتني غريب عنك، لهيك رح أعطيك الوقت اللي بدك إياه. أنا كنت خايفة من الأستاذ ديب بدون سبب، بس شو مشان فيديو المراقبة هداك وهديك البنت واللوحة؟ شو هالسر هاد؟ مين؟ مين هونيك؟ خلص وقف. نيترا، نيترا شو اللي صار؟ أنا عم أسألك سؤال، شو اللي صاير؟ ليش خايفة كتير هيك؟ هونيك جوا بالمراية، في شخص جوات المراية كان عم يدق ويضل يدق كتير، وبعدين المراية انكسرت. أنت لازم تجي معي ديب. شوف هونيك. لا تخافي أبدا، أنا بعرف مين المسؤول عن هذا الشيء. مين؟ تارا، هي عم تعمل كل هذا الشيء لتخوفك. خلص أنت لا تاكلي هم، أنا رح أهتم بكل شيء. اليوم عيد هولي يا نيترا، أنت عملي كل تجهيزات الطقس وجهزي حالك، ولا بقى تفكري بكل هالموضوع. أنا بقيت ناطرتك هون كل الليل ديب، بس أنت ما أجيت. أنت وعدتني بكتير قصص وشغلات، أنت قلت إنك ما بتحب أي حدا غيري، بتحبني أنا وبس. كل شيء قلت لي إياه كله كان كذب. أنا بكرهكم كلكم، بكرهكم كلكم، أنا بكره كل الناس وخاصة الناس اللي بتخونني. أنت بتعرف هالشي، ومع هيك بتضل تعمل هيك وبترجع تخونني. ليش؟ ليش؟ أنا كنت بعرف أنك رح ترجع لعند حبيبتك تارا. أنا آسفة كتير ديب، أنا بحبك. اللي أنه أنت أنا شو قلت لك من قبل؟ خليكي بعيدة عن نيترا. معقولة ما فهمتي هاي الجملة البسيطة؟ خلص أنا مليت منك ومن جنونك هاد، هلأ صار الوقت إنك تطلعي أنت وكل مشاكلك وجنونك من حياتي ومن هالبيت للأبد. لا 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 ديب، بترجاك، ما فيك تعمل فيني هيك. بترجاك ديب، اسمعني شوي. خلص أنا رح أعمل مثل ما بدك تماما، ما بقى رح خليك تشتكي مني أبدا. أنا بحبك ديب، أنا ما بقدر أعيش من دونك أبدا حبيبي. أنت رح تعملي مثل ما بقلك صح؟ معناها يلا خليني شوف. يلا طلعي أنت وجنونك من حياتي ومن هالبيت كمان. بدك مني اطلع برات هالبيت وبرات حياتك كمان؟ هلأ رح تشوف ديب تارا شو بتقدر تعمل. أنا وصلتني هالرسالة يا مدام، ممكن أعرف ليش بدك تطلعيني من الجامعة؟ أنت دايماً بتقولي إني معلمة كتير منيحة والطلاب كلهم بحاجة لإمكانياتي، معناها ليش بدك تطلعيني من الجامعة؟ أنا أخذت قراري وخلص، ما بقدر أشرح لك السبب. ليش ما فيك تشرحي لي السبب؟ قلي لي شو هو سبب طردي من الجامعة؟ أنا غلطت بشي؟ إذا كنت غلطانة لازم تخبريني مشان صحح غلطي. بدي أعرف سبب طردي من الجامعة. لا لا تخافي على شغلك، رح دبر لك شغلي بمكان تاني. أنا مو خايفة على شغلي يا مدام،
أنا بس بدي أعرف شو هو سبب طردي من الجامعة، وهذا الشيء من حقي. بصراحة إجا أمر طردك من الجامعة من المسؤولين. مدام، تقصدي بالمسؤولين أهل أنجي؟ بترجاكي خبريني يا مدام، ليش لحتى يعملوا هيك شي فيني؟ اسمعيني، انتي ليش عم تتصرفي بيأس؟ بوعدك أنا رح دبر لك شغل. إذا عن جد انتي بدك تساعديني يا مدام، لازم تعطيني عنوان أهل أنجي. أنا بدي روح لعندهم وأحكي معهم. أنا لازم إنه أسألهم شو هي مشكلتهم معي. أنا آسفة، ما بقدر أعمل هالشي. ماشي مدام، شكراً. شاكور، شاكور، ما بقدر أعطيك العنوان، بس رح أعطيك الرقم، يمكن هالشي يفيدك شوي. مدام، شكراً كتير لإلك، أكيد هالشي رح يساعدني كتير. انتظريني شوي. شو لازم ألبس؟ هي أكبر مشكلة هلأ. ساعدوني، حدا يجي يساعدني بترجاكم. ساعدوني، ساعدوني، افتحوا الباب بترجاكم، افتحوا لي الباب، افتحوا الباب. مين هون؟ ارفعي صوتك، ارفعي صوتك إذا كنتي عم تسمعيني هلأ. أنا سامعتك منيح، عم تسمعيني؟ هذا الصوت من التلفزيون، كيف رح يدخل الصوت لعندها؟ وين هذا الباب؟ وين ممكن يكون هالباب؟ أنا بتذكر إني شفته من قبل. رجعت اختفيت؟ هالشي مستحيل يكون من أوهام. شي أكيد إنه هالشي عم بيصير بشي مكان من هالبيت. أنا لازم اكتشف الموضوع. هذا هو الباب نفسه. في حدا؟ إذا كنتي موجودة جوا قولي أي شيء. أنا سامعتك وبقدر ساعدك، حكيني لأقدر طالعك من هونيك. في حدا؟ أنت؟ قولي لي أنت شو عم تعملي هون جنب الباب؟ شو في جوا بهالغرفة؟ ليش بدك تعرفي؟ ما في أي بنت محبوسة ورا هالباب، عم تفهمي؟ أنا ما قلت لك بالأساس إنه في بنت محبوسة بالغرفة. أنت كيف عرفت بهالشي؟ شو مفكرة؟ إنه إذا ما خبرتيني فأنا ما رح أعرف يعني؟ أمي خبرتني بكل شي صار ليلة مبارح. شو هالحكي السخيف اللي كنتي عم تقوليه؟ هلأ أمشي، خلينا نروح، صار وقت نشغل نار العيد. أنا متأكد إنه تارا هي المسؤولة عن كل هالشي اللي عم يصير. بكل الأحوال ما بقى رح يصير شي، لأنه أنا طلبت منها إنه تطلع من هالبيت. هلأ ما رح يقدر أي شخص يوقف بيني وبينك. ليش عم يمنعوني افتح هالباب وأعرف شو موجود بهي الغرفة؟ يا ترى شو هو السر اللي عم بيحاولوا يخبوه عني؟ وعن جد إنه تارا هي اللي عم تلعب فيني؟ ولا الموضوع شي تاني؟ حاسة إنه في شي غلط. نيترا، إيه جاية؟ مدام بونا، مرحبا. مرحبا، كيفك؟ أهلين. للصراحة أنا هون لأني إجيت نيابة عن ديب، صار عنده ظرف وما قدر إنه يجي، لهيك إجيت عنه. اعذروني ثواني وبرجع. تفضلي. بالإذن.
هلا ديب متزوج من تارا ولا من نيترا؟ متزوج نيترا. امبارح انا رحت وعزمتهم وهو كان معه وكانوا مبينين مبسوطين. من وين اجت هاي تارا؟ عملت شي كتير سيء ديب. انت غلطت كتير لما تجرأت وطردت تارا رايتشند. طردتها برات البيت. اليوم الكل متفاجئين كتير لأنهم شافوني هون، بس وقت يشوفوني بحفلة عيد هولي لسه رح يتفاجئوا أكتر، لأنه ما حدا منهم رح يفكر أو يتوقع أنه ممكن يكون موجودة. أنا بتمنى إنه القدير يبعد عنكم كل شر ويحرق كل أحزانكم كل أوجاعكم بنار العيد المقدسة هي. بتمنى لكم العمر الطويل يا بنتي، تبقوا مبسوطين. بدعي للقدير يخلصكم من الحسر من الناس اللي بيكرهوكم. ليش عم يمنعوني افتح هداك الباب وادخل على الغرفة؟ يا ترى شو السر اللي ممكن يكون مخبى وراه؟ عن جد تارا هي اللي عم تحاول تلعب فيني؟ ولا الموضوع شي تاني؟ حاسة انه في شي غلط. هي نفس الغرفة اللي شفتها بالفيديو تبع كاميرا المراقبة، بس ما عم بقدر شوف أي شيء هون. ديب، أنت هون؟ أنا ما توقعت أبداً هالشي منك يا نيترا. أنت ما بتوثقي فيني صح؟ كان بدك تعرفي شو في بهي الغرفة. ماشي، أنا رح خبرك كل شيء. وليش مفتاح باب هي الغرفة بيبقى معي دائما؟ وليش بتضل هي الغرفة مقفولة هيك؟ هي الغرفة بتضل مقفولة دائما لأنها بتذكرني بوجع القديم اللي عشته فيها. بتذكرني بمرتي اللي تركتني وراحت وبعدها أنا صرت أعمى وما بقدر إني أعيش لحالي. أنا انجرحت كتير بسببها وبعدها ضليتني حابس حالي شهور طويلة هون. وهلأ أنتي الإنسان اللي اخترته وناوي يكفي حياتي معه عم تذكريني بجروح الماضي مرة تانية. ديب، بترجعك إنه تسامحني. أنا ما كنت بعرف إنه فتحت لك جرح قديم، بس صدقني عملت هالشي من دون قصد. أكيد هلأ الضيوف ناطرينا تحت. امشي. الكل مبسوطين، بس حياتي أنا هي اللي عم تحترق. يا
كل الموجودين هون عم يحاولوا يبينوا انهم مبسوطين، بس بالواقع مو هيك. اكيد انه في وجع بحياة كل شخص. عيد هولي سعيد للكل. وقف يا غبي، شو هاد؟ هاي ذكريات قديمة يا أمي، أنت اللي قلتي لازم نحرق الذكريات القديمة، وأنا هيك عم أعمل هلأ. هدول الشغلات اللي عم يحرقون هدايا سمير. شو مشكلتك؟ انجي هي طفت نار العيد، هالشي حظ بشع. لك انت كيف تتجرأ تعمل هالشي؟ كم مرة قلت لك خليك بعيد عن اغراضي، خليك بعيد. انجي انت جنيتي شي؟ ايه انا جنيت. مو مشكلة، اهدي، انتي ما عملتي اي شي غلط. لما الواحد بيكون عم يحمي حبه ما في اي غلط بهالشي. بس لو انا اللي كنت بمكانك وحدا حاول انه يتدخل بيني وبين حبيبي، وقت اكيد انا كنت حرقته بهي النار. ألو؟ ألو؟ مرحبا، أنا بقدر أحكي مع أهل أنجور لو سمحتي؟ مين يلي عم ينادي لأنجي باسم أنجور؟ مين عم يحكي؟ أنا عم تحكي معك تشاكور. ألو؟ رقم غلط. ألو؟ تشاكور موجودة بمومباي؟ على أساس هي بعيدة وكمان بدها تقابل أهل أنجي؟ أكيد هي إجت لتخطف أنجي. نقطع الخط؟ تليفون مو موصول؟ أختي، بشو كنتي مشغولة هيك؟ عيد سعيد. أنا كمان بتمنى لك عيد هولي سعيد. أنا جاية بعد دقيقة. بقدر حط لون عليك؟ خالتي، أنت ليش عم تسأليني؟ أكيد أنت بتقدري تعملي هذا الشيء. عيد هولي سعيد سمير. عيد هولي سعيد. بتمنى من القدير بهالعيد إنه يدخل اللون والفرحة على حياتك وتصير حلوة. بدعي تصير حياتك كلها ملونة. شكراً كتير. أنا بتمنى تضل مبسوط وعم تضحك هيك يا سمير. شو يا أخي، ليش قاعد هون مثل روميو؟ يلا لازم ناخد صور كتير، امشي. وهلأ خبريني، أنتي لمين رحتي؟ ومن مين كانت هديك الرسالة؟ أختي، اليوم طردوني من الجامعة. شو؟ الحقيقة أنه أهل أنجي هنن المسؤولين بالجامعة، واليوم هنن طردوني من الجامعة يا أختي. بس شاكور، الشي اللي صار كتير سيء، شو رح تعملي هلأ؟ أنتي فكرتي؟ ما بعرف يا أختي، بس بعرف أني ما رح ضل ساكتة. أنا لازم أعرف ليش عم يتصرفوا بهالطريقة وليش طردوني من الجامعة. أنا رح لاقي الناس اللي ربوها لأنجور، وبدي أعرف ليش عم بيبعدوني عنا. وأنا ما رح أهدى ولا أرتاح لحتى أكتشف شو هو السبب لهذا الشيء.
أختي امسكي هي ثواني أنا راجعة. أنجور أنتي شو عم تعملي هون؟ أنتي بتعرفي منيح إنه أهل سمير هلأ كتير مزعوجين منك. يلا روحي من هون فورا. أنا أجيت لحتى أقابل سمير، بعدي عن طريقي. سمير أنا عن جد آسفة سمير. أنجي أنا ما بدي أسمع أي عذار منك، بترجاكي روحي من هون. سمير أنا ما رح روح لأي مكان لحتى تسامحني. اسمعني سمير بترجاك سامحني. أنجي خليكي بعيدة، إذا عن جد بدك تعتذري فلازم تعتذري من أهلي، لأنه أنت جرحتيهم أكثر ما جرحتيني لإلي. بدي منك تقلي شيء، أنت بعتت ابنك على الجامعة كرمال يدرس ويصير فهمان وذكي؟ ولا كرمالي وقع البنات بشباكه؟ أنا بعرف إنه الشيء اللي عملته كان غلط، وإني جرحتكن كتير بالشيء اللي عملته معكن، وأنا خجلان كتير من حالي. بترجاكن إنكن تسامحوني. شو هاد يا بنتي؟ بهداك اليوم إجت أمك لحتى تشترينا بالمصاري، واليوم أنتي بدك تشترينا بتصرفاتك المزيفة. بعتذر يا بنتي، بس هذا الشيء مستحيل. سمير أنا بعرف أني غلطت كتير، بس أنا بترجاك تقبل تسامحني. لا تمثلي علي وتعملي حالك ندمانة. من قبل تصرفتي بهي الطريقة مع خالتي وهلأ عم تعملي نفس الشيء معي. بس أنا عن جد صادقة معك كتير. أنا أسفة. عن جد؟ معناها خبريني هلأ أنت ليش تصرفتي بهي الطريقة مع خالتي؟ لأنه خالتك هي بتكون. الحقيقة هي أنه ما عندك شيء تقولي وتدافعي فيه عن حالك يا أنجي. أنت تصرفتي بشكل بشع مع خالتي وهلأ جاي وعم تعملي نفس الشيء معي. سمير أنجور، أنجور بترجاكي اسمعيني. شو بدك اسمع منك لسه؟ انت سرقتي رفيقي مني، انت اكيد مبسوطة هلا صح؟ أنجور انت بلشتي تحبي سمير عن جد ما هيك؟ ايه عن جد انا بحب سمير كتير، بس انتي ما بدك يصير هالشي، واكيد انتي هلا مبسوطة بعد ما قدرتي تملي قلب سمير بالكره تجاهي ما هيك؟ لا يا بنتي انا مو مزعوجة من هالشي ابدا. لك لا بقى تقولي لي بنتي، انا ماني بنتك ابدا. انتي بس بتكوني المرة اللي جابتني على هالدنيا، وما لك اي حق تنادي لي بنتي. وكمان إذا كان عندك أي ذرة حب أمومة بتمنى منك تخدميني خدمة. هلا بقى تقولي قدام أي حدا إنه أنا بنتك بالحقيقة، هو إذا بتخبري حدا اعتبري حالك ما بس خسرتي أنجور، ورح تخسري أنجي كمان. أنجور، أنجور بترجاكي اسمعيني. ليش؟ ليش هي صارت عم تكرهني لهالدرجة؟ اليوم أنا اكتشفت إنه بنتي بلشت تكرهني كتير لدرجة إنه ما بتعتبرني أمها. مين اللي ملأ قلبك بالكره تجاهي لهالدرجة؟ أنا لازم أحكي معهم بأي طريقة، لازم أسألهم ليش بنتي صارت بعيدة عني وبتكرهني لهالدرجة؟ كيف ممكن تجي تشاكور لهون؟ إذا أجت على هذا البيت أكيد رح تأخذ أنجي.
كيف ممكن حدا يقدر ياخذ بنتي مني؟ كل شيء رح ينتهي. لا، ما لازم يصير هذا الشيء. انا لازم لاقي حل. مرحبا بونا، كيفك؟ مهيني، بترجاكي ممكن تساعديني؟ مهيني، شاكور اجت على مومباي، هي هون وجابت رقمي كمان، هي اتصلت فيني اليوم. بترجاكي ساعديني مهيني، اذا هي قدرت انه توصل على بيتي اكيد رح تسرق بنتي مني. بترجاكي خليها تبعد من هون، بترجاكي ساعديني مهيني. اهدي بونام، اهدي شبك. ما في حدا بالعالم بيقدر انه يسرق بنتك منك، ولا حتى تشاكور. اذا اجت تشاكور على الحفله بكره رح تتحاسب فورا، لانه بكره مو بس عيد عنا ولعب بالالوان، انا بكره رح اتصرف معه ورح العب بدمه كمان. شكرا. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.